أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من اتجاهات الصحافة، ونقرأ في عنوانها: التوافق الليبي، مساعي إقليمية وجهود أممية، معركة سرت والدروس المستفادة، حكومة الوفاق ومأزق الملف الاقتصادي. وللحديث أكثر في هذه الموضوعات ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الكاتب الصحفي عبد الله الكبير. سيد الكبير، ورحب بك معي في حلقة اليوم. مرحبا أخت غالية، تحية طيبة لك وللفريق المصاحب لك ولكل السادة المشاهدين والمستمعين. تواصل دول الإقليم الليبي لا سيما دول الجوار الأكثر قربا من ليبيا مساعيها من أجل تحقيق التوافق الليبي بعد مرور نحو عام على اتفاق الصخيرات دون رصد تقدم ملحوظ وفقا لمراقبين. يأتي ذلك في وقت تحاول الأمم المتحدة فيه تمرير الاتفاق السياسي دون تغيير، فيما تطالب أطراف ليبية أخرى بتعديلات في نصه. ذكر الصحفي عاطف قدادرة في مقال نشر بصحيفة الحياة أنه تعددت استقبالات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالجزائر مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى لشخصيات عربية ضمن ما يصفه مراقبون بالدبلوماسية الموازية، في وقت تحاول الجزائر إنجاح مؤتمر سيعقد في تونس حول ليبيا، ما يفسر استقبال أويحيى وفدا من حركة النهضة الإسلامية التونسية في العاصمة الجزائرية. وتتشاور الجزائر وتونس فيما بينهما من أجل عقد اجتماع حول ليبيا سيشكل إضافة جديدة تدفع الليبيين في اتجاه إيجاد حل بين الأطراف الليبية المتنازعة. ويعتقد أن التحضيرات لعقد هذا الاجتماع تواجه صعوبات تتعلق بإرضاء كل الأطراف، على خلفية أنه يفترض أن يراعي توصيف الأمم المتحدة للوضع السياسي في البلد، وبالتالي اعتبار حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج ممثلا شرعيا للشعب الليبي. ودعا أويحيى في سياق تحضير المؤتمر وفدا من حركة النهضة الإسلامية التونسية، إذ يراهن على تأثير زعيم الحركة راشد الغنوشي في أقرانه في ليبيا ضمن ما يسمى بالدبلوماسية الموازية. نقلت وكالة الأنباء الروسية الدولية سبوتنيك في حوار مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية علي القطراني قوله إن أطروحات كوبلر مرفوضة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فضلا عن المهلة التي حددها المجلس لكوبلر حتى يعود بالجديد والتهديد باستقالة المجلس وأبعادها. وعن اجتماع القطراني مع كوبلر، يقول القطراني: ما حدث في الاجتماع هو أنه بعد مرور عام على الاتفاق السياسي وجدنا أننا وصلنا إلى طريق مسدود، فأخبرنا السيد كوبلر بأن هذا الاتفاق أصبح لا يمثل أغلبية ليبيين، ولا بد من حلول عاجلة بالعودة إلى المسودة الرابعة ممثلة في رئيس ونائبين، وأن تكون صفة القائد الأعلى ممثلة لدى مجلس النواب. وأضاف القطراني: اقترحنا على سيد كوبلر أنه في حال الامتداد الكامل لهذا الاتفاق لا بد أن نرجع لصاحب السلطة الأساسي في البلد كي يقول كلمته، ألا وهو الشعب الليبي، وذلك عن طريق طرح انتخابات برلمانية جديدة في مدة 3 أو 4 أشهر. على صحيفة الحياة أشار إلى تزاخم حراك دولتي تونس والجزائر في محاولة لتجميع الفرقاء الليبيين في اجتماع تحتضنه تونس قريبا. ما دلالات هذا التزاخم سيد الكبير، وإلى أي حد يمكن تعليق الأمال هذه المرة على نجاح مباحثات تونس؟ نعم، أنا أعتقد أن الجزائر تسعى إلى إحياء مبادرتها الخاصة بليبيا، والتي تحاول الجزائر من خلالها جمع الفرقاء الليبيين على طاولة حوار واحدة. جمع الفرقاء المقصود كل الأطراف، سواء المحسوبة على التيار الإسلامي أو التيار الليبرالي، أو المحسوبة على قوات حفتر، أو المحسوبة على النظام السابق، أي بدون إقصاء لأي طرف. دعوة ممثلين لحزب النهضة التونسي يشير إلى أن هناك ربما رفض أو تعنت من بعض الأطراف المحسوبة على التيار الإسلامي لتواجد ممثلون عن النظام السابق. إذن هي محاولة جزائرية أخرى للملمة أطراف ليبيا ولإيجاد توافق ليبي ينهي الصراع في ليبيا، لأن الجزائر تتخوف فعلا من اندلاع صراع مسلح في ليبيا يأتي بالقوى الأجنبية للمنطقة. نعم،
في سياق حديثنا هنا وحديث الكاتب عن الحراك التونسي، ذكر أن مسؤولين تونسيين بدأوا في التشاور مع ممثلين عن حركة النهضة الإسلامية حول الأزمة الليبية، حيث يراهنون على تأثير زعيمها الغنوشي في أقرانه في ليبيا. كيف تقيم هذه الخطوة من تونس، وما حجم تأثيرها في أطراف الصراع الليبي، لا سيما وأن الكاتب تحدث بأنها ما دبلوماسية موازية فيما تقوم به الجزائر؟ أنا أعتقد أن الدبلوماسية الجزائرية حققت نجاحات كبيرة في أزمات كثيرة، سواء في أفريقيا أو على مستوى المنطقة العربية، وبالتالي أعتقد أن الجزائر ستنجح في مبادرتها هذه لجمع أغلب الأطراف الليبية إن لم يكن كلها. الاستعانة بالسيد راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة لأن له علاقة طيبة بأغلب الأطراف المتواجدة في ليبيا، يحظى باحترام كبير لدى الساسة الليبيين، خاصة التيار الإسلامي الذي ينتمي إليه السيد راشد الغنوشي. إذن أستطيع أن أؤكد مرة أخرى أن الجزائر تواجه تعنتا من بعض الأطراف المحسوبة على التيار الإسلامي في ليبيا، وتريد أن توسط تيار النهضة والسيد راشد الغنوشي تحديدا من أجل ثني هذه الأطراف عن مواقفها. من خلال متابعتك لحوار وكالة سبوتنيك الروسية مع نائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني وحديثه عن أن الاتفاق السياسي بشكل الحالي وصل إلى طريق مسدود، إذن ما فرص العودة إلى المسودة الرابعة ممثلة في رئيس ونائبين؟ لا أعتقد أن الاتفاق السياسي وصل إلى طريق مسدود. الأطراف التي رفضت هذا الاتفاق والتي تريد أن تدخل عليه تعديلات تناسبها وتناسب مواقفها هي التي تريد أن تصل به إلى الطريق المسدود. أعتقد من المبكر أن نقول أن الاتفاق السياسي الذي توصل إليه الليبيون بعد مفاوضات مضنية استمرت إلى أكثر من عام قد توصل إلى طريق مسدود. صحيح أن الاتفاق لم ينفذ بالكامل، البرلمان لم يمنح الثقة للحكومة، الأزمات تزايدت، وبالتالي إذا وصل هذا الاتفاق إلى طريق مسدود فهذا يعني ليس العودة إلى المربع الأول في المفاوضات، وإنما التحشيد من أجل الدعوة إلى انتخابات جديدة وطرد كل الأطراف الموجودة والوجوه الموجودة الآن في المشهد السياسي الليبي. الإشكالية الكبيرة بحسب القطراني تكمن في صفة القائد الأعلى التي أحالها اتفاق الصخيرات إلى المجلس الرئاسي، كيف يمكن تجاوز هذه العقبة في ظل استمرار تمسك مجلس النواب بها؟ هذه العقبة طبعا هناك مقترح دولي وتبنته الأمم المتحدة أن تكون قيادة الجيش قيادة جماعية، يعني تضم كل الأطراف أو الجهات أو الأقاليم الرئيسية في ليبيا. هذا مقترح. مقترح آخر أن يتم توزيع المناصب السيادية بالمحاصصة الإقليمية شرق وغرب وجنوب، ومن الممكن أن ينسحب هذا حتى على المؤسسة العسكرية، يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة من منطقة، وزير الدفاع من منطقة أخرى، رئيس الأركان من منطقة ثالثة. طالما الثقة مفقودة بين هذه الأطراف وطالما من يرشحهم البرلمان لقيادة القوات المسلحة ترفضهم الأطراف الموجودة في الغرب، إذن لابد من التفاوض حول هذه النقطة حتى يصل الجميع إلى حل توافقي بشأنها يرضي كل الأطراف. تبقى معي في مناقشة ما جاء في المحور الثاني. فيما تتباين الآراء بشأن معركة سرت وما استغرقته من وقت لإعلان الحسم النهائي، تجمع آراء أخرى على أن الكثير من الدروس يمكن استخلاصها من هذه المعركة، كما أن تبعات هزيمة ما يعرف بتنظيم الدولة هناك سيكون لها تأثير مباشر على مركز التنظيم وسمعته وخططه خارج البلاد. ذكر الكاتب باتريك ماركي أنه غداة 6 أشهر من القتال تقدمت قوات الأمن الليبية في عمق مدينة سرت الليبية الاستراتيجية لدرجة أنه أصبح بإمكانها الآن
أن تميز اللهجات المصرية والتونسية التي يتحدث بها أعداؤهم من مسلحي تنظيم الدولة داعش على جبهة القتال. وقال مسؤولون أمريكيون وليبيون إن النصر بات وشيكا في تلك الجبهة النائية للحرب ضد التنظيم، حيث يتحصن بضعة مسلحين باقين من المتشددين في مساحة صغيرة لا تتعدى كيلو مترا مربعا. لكن كانت المعركة طويلة وصعبة وتحمل دروسا للقوات التي تدعمها الولايات المتحدة في سعيها لطرد التنظيم من مدينة الموصل العراقية الأكبر مساحة بكثير من سرت. وبين الكاتب أن الهزيمة في سرت ستضر بقدرة التنظيم على إظهار أنه يتوسع عالميا وحرمانه من موطئ قدم له خارج العراق وسوريا، كما ستضر خسارة سرت والموصل في فترة قصيرة بمعنويات التنظيم وعلى الأرجح قدرته أيضا على تجنيد الأتباع. اعتبر الكاتب المغربي إدريس الكمبوري في تعليق على موقع صحيفة العرب أن خسارة سرت بالنسبة إلى تنظيم الدولة داعش لا تعني في كل الأحوال خسارة ليبيا، بل قد يصبح أكثر شراسة في الدفاع على مواقعه داخل البلاد أمام هزيمته الوشيكة في كل من العراق وسوريا وإصراره على أن يجد لنفسه بديلا مناسبا. وأكد الكاتب أن ما يزيد في تعقيد الوضع داخل ليبيا أن القوى التي تحارب تنظيم داعش اليوم في ظل الخلافات التي توجد بينها ستجد نفسها أمام حتمية المواجهة المرجح اندلاعها في حال تم التخلص من خطر التنظيم. وأوضح الكاتب أنه في الوقت الذي يستمر فيه الخلاف بين الأطراف الليبية يسعى تنظيم الدولة إلى فتح جبهات أخرى من أجل المزيد من التفتيت، وبين أنه فيما تتركز الأنظار على مدينة سرت يتوفر التنظيم الإرهابي على مقاتلين بإمكانهم تنفيذ عمليات في العمق الليبي لتشتيت الأنظار. وكالة رويترز كما تابعت سيد عبد الله تحدثت عن طبيعة المعارك في سرت وأنها كانت ضارية في ظل وجود مقاومة شرسة من قبل التنظيم. ما هي الدروس المستفادة إذن من هذه المعركة التي استمرت لمدة 6 أشهر؟ طبعا الدروس المستفادة أن التنظيم يقاوم بشراسة، التنظيم يتبنى أسلوب خاص في القتال وهو أسلوب حرب العصابات، التنظيم لا يستسلم بسهولة، بعض الأسلحة تكون غير ذات جدوى وغير ذات فعالية في المدن خاصة عندما تكون المساحة ضيقة والمسافة بين المقاتلين قريبة جدا. كل هذه الدروس مستفادة ويمكن أن تنقلها القوات الأمريكية إلى المعركة الجارية في الموصل أو المعركة اللاحقة التي ستجري في الرقة. المعارك ضارية والمعارك شرسة، أعضاء التنظيم لا يستسلمون بسهولة، عندما يفقدون الأمل في الانتصار أو في دحر القوات التي تواجههم يعمدون إلى إلحاق أكبر ضرر بهذه القوات وإيقاع أكبر ما يمكن من الخسائر بها. نعم. الكاتب إدريس الكمبوري على صحيفة العرب رأى أن خسارة سرت بالنسبة إلى التنظيم لا تعني في كل الأحوال خسارة ليبيا، بل قد يصبح أكثر شراسة في الدفاع عن مواقعه داخل ليبيا. ما مدى واقعية هذه المخاوف في ظل أن التنظيم بحسب ما يراه مراقبون قد تلقى ضربات موجعة في سرت؟ لا، هذه المخاوف مبالغ فيها. في الواقع خسارة مدينة سرت ضربة موجعة للتنظيم في ليبيا وحتى على مستوى العالم. التنظيم بهذه الخسارة وبالضربات التي يتلقاها في مدينة الموصل لن يستطيع تجنيد المزيد من الأتباع، لا يستطيع أن يحقق مشروعه بالتمدد، وبالتالي الحفاظ على مواقعه في ليبيا ليست له مواقع حقيقية في ليبيا غير سرت. إذا خسر سرت ستبقى مجرد خلايا متناثرة هنا وهناك تستغل الفراغ الأمني والسياسي في ليبيا، ربما تقدم على عمليات موجعة. يبقى الخطر الأكبر أن تتحصل على حاضنة شعبية بحيث يذوب المقاتلين التابعون لهذا التنظيم بين السكان. نعم. كتب المقال في معرض حديثه عن سرت والمعارك التي تدور فيها أشار إلى وجود خلاف بين القوات التي تحارب التنظيم، وهذا الخلاف سيجعلها تواجه بعضها البعض بعد التخلص من التنظيم. ما حقيقة هذه الخلافات وكيف سيكون أثرها فيما بعد؟ نعم، الخلافات موجودة ولكنها خلافات محدودة لا تصل إلى حد التقاتل بين الفصائل التي تقاتل التنظيم الآن. نحن نعرف أنه عقب كل انتصار الفصائل المنتصرة تنقسم إلى أجنحة وغالبا ما يندلع القتال بينها، ولكن
لأن أغلب القوات التي تقاتل تنظيم داعش في عملية البنيان المرصوص هي من مدينة مصراتة. هذه الكتائب أو الفصائل التي تنتمي إلى مدينة مصراتة تعهدت أكثر من مرة في وقت سابق أنه مهما بلغت الخلافات بينها لا يمكن أن تصل إلى المواجهة المسلحة. الخلافات موجودة حتى قبل مواجهة التنظيم، ولكنها لم تصل إلى حد القتال والمواجهة. الخوف الأكبر هو أنه بعد القضاء على التنظيم في سرت أن تتجه هذه القوات متحدة أو أغلبها لمواجهة قوات حفتر في الهلال النفطي. نعم، ننتقل معك سيد عبد الله لمناقشة موضوع آخر ويتعلق بالاقتصاد الليبي وقيمة العملة الليبية تحديدا. تسجل قيمة العملة الليبية انخفاضا ملحوظا أمام العملات الصعبة، مما يضع حكومة الوفاق الوطني المدعومة أمميا في موقف حرج أمام المواطن الليبي الذي ينتظر منها تحسين الوضع المعيشي المرتبط بسعر صرف الدينار. ويقدر متابعون للشأن الليبي أن يدفع انهيار العملة الليبية المواطنين إلى موجة غضب ضد حكومة الوفاق. بين الكاتب باتريك وينتر في مقال على موقع The Guardian اليومية البريطانية أن الاقتصاد الليبي يواجه خطر انخفاض قيمة العملة وإنهاء دعم الوقود في خطوة قد تثير موجة من الغضب بين الليبيين وتتسبب في سقوط حكومة الوفاق الوطني المدعومة من قبل الأمم المتحدة، على أن مصداقية هذه الحكومة في انهيار مستمر على الرغم من دعم الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة. هذا وتدخل القادة الغربيون والمؤسسات المالية بما في ذلك البنك الدولي هذا الشهر مباشرة في عملية صنع القرار في ليبيا فيما يخص الوضع الاقتصادي، وذلك بالجمع بين السياسيين والتكنوقراط الليبيين إلى اجتماعات في أوروبا للتوصل إلى اتفاق. وعلى خلفية اجتماعات روما ولندن تم الاتفاق على صياغة خطة اقتصادية لليبيا في 2017 يتم نشرها قبل الأول من ديسمبر القادم، ومن المرجح أن تشمل إجراءات حول العملة ورفع الدعم عن الوقود. وأضاف الكاتب أنه وتحت الضغوط الغربية اضطر مصرف ليبيا المركزي للإفراج عن 6 مليارات دولار للحكومة الليبية من أجل دفع الرواتب واعتمادات الكهرباء وتمويل المؤسسة الوطنية للنفط، وتم الاتفاق على خطة تحدد ماهية الخطوات المرتقبة للحكومة من أجل تلقي الأموال وأين سيتم صرفها. الكاتب على الجارديان البريطانية أثار مخاوف من أن يدفع الانخفاض الكبير في قيمة العملة الليبية وإنهاء دعم الوقود أن يدفع المواطنين إلى إسقاط حكومة الوفاق الوطني المدعومة أمميا. ما فرص وقوع هذا السيناريو اليوم بالنظر إلى الوضع المعيشي الصعب الذي يواجهه المواطن سيد الكبير؟ فرص تحقق هذا السيناريو كبيرة جدا. الآن الدينار الليبي يسجل أعلى تراجع له أمام الدولار وبقية العملات الأخرى، تجاوز 7 دينارات، هذا غير مسبوق في تاريخ العملة الليبية. تردي الأوضاع ونقص السيولة وتردي الحالة الأمنية، إذا لم يتمكن المجلس الرئاسي من إيجاد حلول عاجلة لها فسوف يسقط مؤكدا، وربما تسقط معه حتى الأجسام الأخرى كالمؤتمر الوطني والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لأن هناك دعوات الآن ربما تكون خافتة بشأن التحشيد لدفع كل الوجوه الموجودة الآن والمتصدرة للمشهد السياسي للرحيل. نعم، عدة اجتماعات ومشاورات على مستوى دولي أجريت بهدف منع انهيار الاقتصاد الليبي، وآخرها كان في لندن وروما أيضا. ما انعكاساتها هذه المباحثات والاجتماعات على القطاع الاقتصادي في البلاد اليوم في رأيك سيد الكبير؟ بالعكس، حتى الآن لم تحقق أي تقدم للاقتصاد، بالعكس الاقتصاد الليبي على وشك الانهيار، الدينار يتراجع بشكل مخيف، السلع تزداد أسعارها يوما بعد يوم، المواطن الليبي يعاني من شح في المواد الغذائية، وبالتالي اجتماعات روما واجتماعات لندن لم تطبق حتى الآن على أرض الواقع، وربما يكون تطبيقها إذا تضمنت رفع الدعم عن الوقود وعن السلع الأساسية ربما بالفعل تسبب في انهيار المجلس الرئاسي وانهيار الاتفاق السياسي. طيب، بالعودة للحديث عن مجهودات المجلس الرئاسي على وجه الخصوص، كيف تقدر مجهوداته في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بحل الأزمة الاقتصادية؟
المجلس الرئاسي يلقي باللوم على مصرف ليبيا المركزي، ومصرف ليبيا المركزي يلقي باللوم على المجلس الرئاسي لأن له ليست خطة اقتصادية واضحة. المصرف ليبيا المركزي والذي يفترض أن يدير السياسة النقدية لليبيا وأن يتحكم في سعر الدينار الليبي ويتدخل بشكل عاجل عندما يتعرض الدينار إلى أي هبوط حاد كما يجري الآن، المصرف المركزي غائب عن دوره تماما، ولا يبدو أن هناك انسجام بينه وبين المجلس الرئاسي. هذا أعتقد هو السبب الرئيسي للأزمة، رغم أن عضو المجلس الرئاسي السيد فتحي المجبري قال أن الأزمة مفتعلة وأن الدولار وسعره في ليبيا أصبح يتحكم فيه تجار مضاربون بالعملة. إذن المصرف ليبيا المركزي لم يعد هو اللاعب الرئيسي في السياسة النقدية لليبيا، وهذا مؤشر خطير جدا على أن الاقتصاد الليبي ربما يتداعى أكثر من ذلك. نعم، وبذلك وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. أشكرك جزيل الشكر، ضيفنا كنت معنا عبر سكايب من لندن الكاتب الصحفي عبد الله الكبير. كما أنوي مشاهدينا إلى أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للأعلام، وإلى اللقاء.